درر, درر نسائية درر نسائية درر نسائية خيركم خيركم لاهله اوصى الله تعالى بمعاشرة الزوجات بالمعروف فقال سبحانه وعاشروهن بالمعروف واكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المعنى وجعل خير الازواج خيرهم مع اهله فقال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي والخيريه مع الاهل تكون بحسن الخلق معهم والرحمه والتلطف بهم والاحسان اليهم والتغاضي عن زلاتهم وحسن العشره لهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لاهله يتلطف بهم ويمازحهم ويحسن اليهم ويسعى في ارضائهم فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وعنها رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال هذه بتلك السبقه مؤسسه الدرر السنيه